سلام، فوالا جيت ندير معكم فرماج موزاريلا، راهني نفرابي فيه عطاني ان بون ريزولتا. فوالا هنايا حطيت لتر ونص حليب تاع البقره، لتر ونص حليب هكا بالزبده تاعو، حطيتها فوق النار بتي فو، وحطيت معها فنجان خل ابيض، ونبقى نحرك نحرك يفو با تغفلوا لي يعاود يلصق الكمل تحت. فوالا بعد ما يديتاش من لي دوزا هذوك الحليب الماء وحده ولا حليب يطلع الفوق، حطوه يصفى ونخليوه يركح اون اور دو طون حتى يبرد. نولي نحط في العمام مغميط، نحط مغرفة زبدة ونحرى ونحط فوقه هذاك لو فوالا الصفايه نفرغو، ونبقاو نحركو توجور ما نغفلوش عليه، نحركو حتى تولي اون بات هكا ملاصقه مع بعضها، تولي اون بات. نزيدو نهزو كاس من هذاك الماء ونرميوه فوقها، نخدمو بيان هذيك لاباط، نخدموها يفون ما نحبسوش عليها. بعد كي طيب نخدموها هكا بيدنا ونديرو كتله واحده ونحطوها في الماء هذاك تاعها، ونزيدو عليها الملح ونخليوها تبات.